يمشي لسامح الدربالي، سامح الدربالي الامداد نحو محمد علي اسلام، واحد اثنين يعني كنيانج على الجهه اليمنى، توزيع والهدف الاول يوسف المساكني، الهدف الاول ليوسف المساكني، عمليه نموذجيه للترجي، واحد اثنين التسرب من الجهه اليمنى محمد علي اسلام، يانيك نيونك يوزع بالرجل اليمنى ويوسف المساكني في القائم الاول اسبق من دفاع الملعب التونسي والحارس محمد امين بالخوجه. شوف هذا الامداد جمله كرويه ممتازه، تركيز على صنع العاب، توزيع باليمنى من يونغ اللي هو لاعب يساري فعلا، لا والتمرير الاولاني التمرير الموجه والتمرير الممتازه لمحمد علي اسلام يلعب صنع العاب في يعني لمسه واحده اخذ الكره من عند بوعزي بدون فلسفه، لمسه واحده يخلي نيونغ بمفرد ونيونغ كذلك اعطاه الكره حقها ومساكني طلب الكره في القائم الاول كان مع الجمله الكرويه مع العمليه التكتيكيه والوضعيه اللي هو فيها. تنفيذ الكره الثابته من اللاعبين الترجي يوسف المساكني، التمهيد والتصويبه والهدف الثاني ممتازة. الهدف الثاني من خليل شمام، ممتاز جدا لاعب الترجي خليل شمام، عمليه مخدومه تقريبا تنفيذ ثلاثي، تمهيد تنفيذ وتمهيد وتصويبه بالرجل اليسرى خليل شمام في زاويه على يمين الحارس محمد لامين بالخوجه، صعيبه برشا صعيبه برشا هذه الكره، ننتظر اكيد الاعاده نشوفوا مليح شنو اللي صار، كانت سريعه جدا العمليه، هذا تنفيذ تمهيد من يانيك نيونغ والتصويب من خليل شمام، كما جات الكره دون ترويض في الزاويه اليمنى للحارس محمد لامين بالخوجه، صعيبه برشا صعيبه برشا، خاصه وانه كانوا معناها فما كثافه عددية داخل منطقه 16 متر و50. ها مش نقصد مش نرجع للعمليه، شوف التحذير، لاعبين دخلوا الى منطقه الاستمتار ثم العمليه تكون برا منطقه 18، هذه عمليه مدروسه وفي التمارين الاكيد انه الترجي يقوم بعده انواع نتاع المنافس ودرجات الاستعداد نتاع المنافس. فرصة أخرى الملعب التونسي، محمد بن عمار، محمد بن عمار دخل المنطقة ويسجل، ينجح في التسجيل الملعب التونسي، الهدف الأول الملعب التونسي، هدف تدين الفارق بواسطة المهاجم محمد بن عمار لاعب رقم 14، هذا هو المهاجم اللي ياخذ مكان دينيزيو مونديز، خطأ في محور دفاع الترجي ومحمد بن عمار المهاجم الشاب لفريق الملعب التونسي بعد زوز محاولات حمدي المبروك ومروان تاج، محمد بن عمار ينجح في تبديل الفارق، خطا يراوغ معز بن شريفيه، يسامح الدربيري يتقدم نحو المرمى ويقدم الكره يسجل الهدف الاول للملعب التونسي بعد امداد من مجدي المسراتي. امداد ممتاز، لكن شوف هذه المشكله نتاع انه الظاهرين نتاع الترجي شاهدنا توا مرتين، الكره اللي قبلها نتاع تاج اللي سددها من بعيد كانت كذلك احباط عمليه